تاني مرة نفس نتيجة اللقاء الأولاني. النادي الأهلي بيحقق نفس النتيجة النهاردة 3-0. هناك كانت في كينيا النتيجة 3-0 والنهاردة 3-0 بأقل مجهود. هنا بس بعيب على كولر ان هو كان لازم يدي دوافع جديدة زي في حراسة المرمى شوبير. ماتش سهل وماتش خلصان وماتش انت مفروض تعمل تمويه قبل ماتش السوبر مفروض، وفي نفس الوقت بتعمل عندك منافسة داخلية بين اللي لعب الماتش اللي فات واللي كان يلعب النهاردة. يعني قلنا شوبير، قلنا عمر كمال مكان محمد هاني، قلنا مثلا لعيب من اللعيبة اللي هي المساكين اللي جايين جداد زي ما انت لعبت بالظبط كده يحيى عطية الله واديته الثقة قبل مباراة السوبر. كان مفروض حد من المساكين برضو يلعب النهاردة عشان ياخد الثقة، لان النتيجة مضمونة. وانت لا شفنا الشناوي وما شفناش هجمة خطرة، ما شفناش شوط على الجون، ما شفناش كروس على الجون مثلا في خطورة يعني. فكنت الاولى تدي للعيبة دي حاجة تاني. حاجة قفشة في نص الملعب، عندك كان رضا سليم، عندك كهربا من البداية، وتخلي اللعيبة اللي انت هتلعب بيهم انت انا يعني هو الشكل كده ان انت هتلاعب اللعيبة اللي انت لعبتها الشوط الاولاني النهاردة اللي هم لعبوا الماتش اللي فات، يعني اللي لعبوا الماتش اللي فات ولعبوا النهاردة الشوط الاولاني لغاية ما انت غيرت، هو ده اللي هتبدأ بيه ماتش الزمالك. ده الشكل. انما انت لو كنت عايز تعمل تمويه وتخلي فيه منافسة عندك داخلية ان عمر كمال يلعب مكان محمد هاني، قفشة يلعب مكان امام، السولية يلعب مكان يا اكرم يا اما مروان، كنت وطبعا رضا سليم مكان فيرستاو والكلام ده، كان الدنيا هتختلف وكان الشكل هيختلف. على فكرة اخر 10 دقايق هي اللي كان فيهم الكورة، يعني طول التمانين دقيقة ما كانش فيهم كورة. أول ما عملت التغييرات في الآخر طاهر عز نفسه يثبت نفسه، كهربا، رضا سليم، السولية، كل الناس دي خلت طعم اللعب آخر 10 دقايق كويس قوي. ولكن دي وجهة نظرك بس انت كده محفوظ. وبعدين عايز اقول لك ان مثلا ان انت عندك سكواد، عندك لعيبة، عندك بدايل وبدايل محترمة، انما هتيجي تقول لي ما انت ما قلتش كده ليه على الزمالك؟ هو الزمالك عنده حد؟ ده هم ال 11 ولا ال 12 بالكتير اللي في الملعب، وواحد ولا اتنين قاعدين بره ومفيش حد تاني. انما انت عندك مع عمر كمال ده احسن باك رايت في مصر، عندك شوبير احسن حارس مرمى في مصر، عندك قفشة احسن صانع العاب في مصر، عندك رضا سليم انت جايبه محترف ولازم تستفاد منه على اكبر قدر يعني من الاستفاده، عندك كهربا تدخله فورمه مع وسام ابو علي، عندك طار محمد طاهر يبقى بديل لحسين الشحات الفتره دي يخلي ان في قلق لحسين الشحات. ف يعني دي وجهه نظري او وجهه نظر الناس اللي هي لعب الكوره وفاهمه كوره ويعني ايه تدريب وايه الكلام ده. ولكن هو الراجل خايف فلعب التيم الاساسي اللي هو لعب بهناك اللي هو كسب بهناك، ما غيرش الا بعد بقى ما النتيجه بقت 2-0 في الشوط الثاني بقى يعني بقت الامور عاديه فبدا يعمل التغييرات. فانا دي يعني انا كان من وجهه نظر ان هو كان يبدا النهارده بالناس اللي انا قلت عليها دي، كان النتيجه بقت 5-6 والاداء كان بقى عالي قوي وانت عملت منافسه للناس اللي لعبت الماتش اللي فات، ان النهارده كانت قاعده والناس اللي قاعده النهارده لعبت النهارده وعملت ماتش، فبتخلي اللعيبه تعيد حساباتها مع نفسها، هل ان انا هلعب ولا مش هلعب، بتحط اللعيبه اللي هي اللي مفكره نفسها ان هي الاساسيه ان هي يعني بتحطهم تحت ضغط ان انت المكان ده ممكن يتاخد منك. في عمر كمال موجود وفي قفشه موجود وفي رضا سليم موجود وفي طاهر محمد طاهر موجود وفي سولية موجود. فانا مش عارف يعني، المهم يعني دي وجهه نظر. بس انا بقول لكم اهو من دلوقتي نفس التشكيل اللي لعب النهارده الشوط الاولاني هو اللي هيلعب ماتش الزمالك، الا لو حصل اصابه لاي حد فممكن في الحاله دي هيغير بس، انما غير كده هو نفس التشكيل ده اللي هيلعب ماتش الزمالك اللي جاي. طبعا الشوط الاولاني انتهى 2-0. عايز اتكلم بس على الجون اللي هو الثاني، اكرم توفيق عمل اسيست محترم قوي، يحيى عطيه الله عملها ما طمعش حطها لاسامه ابو علي
اثناء ما الجون خرج، والراجل هتطبط من رجل الجون. فهو في شكل اللي هو في جرأة من يحيى عطية الله ان هو يوصل للمنطقة دي، وان اكرم يحطها له، يعني الاسيست مع ان هو التحرك والاختراق من العمق دي ما بنشوفهاش كتير في الملاعب المصرية. فالنهاردة عملها يحيى عطية الله، اكبر اكرم ان هو يعملها له وما طمعش فيها وحطها له وسام ابو علي. فانا الجون ده يعني عجبني من التحرك، وان هو تحديدا من العمق، يعني الاجوان دي ما بنشوفهاش بقالنا فتره، ان حد يخش من العمق والكره تتعمل له ويروح يجيب جون. وطبعا طاهر محمد طاهر بيجيب الجون الثالث من اسيست القفشه، اللي هو انا ما اعرفش بيقعد ليه والراجل معاده ليه، ولما نزل تحس ان الاداء احلو، تحس ان بقت فيه خطوره، تحس ان بقى الكوره شكلها حلو، الملعب بقى شكله حلو، بقيت كل كوره عايز ان هو ياخدها ويلعب والكلام ده، لان بقالنا 80 ولا 70 دقيقه لعب روتيني ولعب عادي جدا، ولا في اي حلول ولا في اي شكل. ولكن الاهلي هنقول عشان ان هو اللعيبه بتفكر في الماتش اللي جاي، زي الزمالك امبارح كده ما قلنا برضو نفس الكلام. فبنأمل بقى ان شاء الله ده بيفكر في ماتش القمة وده بيفكر في ماتش القمة، نشوف بقى ماتش على مستوى عالي ان شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. على العموم مبروك للنادي الاهلي، ومبروك لجماهيره ومجلس ادارته، مع ان انا شايف بصراحة ان الفرقتين اللي بيلعبوا الاهلي والزمالك فرقتين على قدهم، وده الطبيعي ان الاهلي لازم يكسب والزمالك لازم يكسب وكل الكلام ده. بس بعد كده بقى من دوري المجموعات هتبدا الدنيا تتقل، يعني لان هتبقى فيها فرق قويه وفرق عايزه تنافس على البطوله، يعني سواء في الكونفدراليه او في دوري الابطال.